السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم عملية تنزيل خدمات هواوي لأغلب جوالات هواوي، بعضها قد ترهم بعضها ما ترهم، فما بطبقها على كل الجوالات، ولكن أنا حطبقها على جوال البي 40 برو. فمثل ما حتلاحظون أمامك أنا منزل خدمات جوجل شغالة عندي بالتمام على التحديث أندرويد 10. تلاحظ كما هو موضح أمامك. أهم نقطة قبل ما أبدي، يجب أن يكون الجوال في وضع الطيارات ثم تشغل الواي فاي وتشبكه بالإنترنت. وخلينا نبدي. الإصدار عندك الأندرويد ما يصير على آخر إصدار، إذا كان عندك على آخر إصدار رجع على الإصدار اللي قبله، هاي أهم خطوة. وإذا كنت تفكر إنه مشتري جديد وتريد تنزل خدمات جوجل لا تحدثه، هاي أهم فقرة. أول شيء راح نذهب إلى الموقع اللي هو موضح أمامك وأضغط عليه، موجود في أسفل الوصف موجود هذا الرابط، ولح ننزل عندك هذا التطبيق، نعمله داونلود. طبعا لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك وفعل جرس التنبيهات حتى تكون بعلم بالفيديوهات الجديدة. وبعد ما نزل هذا الرابط او التطبيق نحن نسمح له نقول له الو وننصبه في الجوال. بعد عملية تنصيب الجوال نفتح التطبيق ونقول له نفر وكل نيكس 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 وليتس جو. راح نسمح له الو الو بالملفات حتى يدخل لها ونقول له اوكي. ثلاثة هسه نقول له باك نقول له اوكي ونقفل ونسوي عندك التاريخ الى 2019 نرجع لي ورا بالتايم. هاي الخطوة اللي قلت لك بالنسبة الى التحديث، هاي خطوة كلها حتى انه التنزيل او نظام الاندرويد يرجع الى السابق. عمل هو باك اب واحدة وسوى تنصيب حتى يرجع الى نظام السابق حتى تقدر تنزل خدمات جوجل، بعدين ترجع تنزل النظام الجديد. فهسه احنا سوينا باك اب ورجعناه من نفس النظام الى النظام السابق. راح نسوي له ريستورت والباسورد هي ملاحظة مكتوبة قدامك امامك، ايضا راح اكتبها اني في وصف في اسفل الوصف. تلاحظ هنا نقول له دون نخش. تلاحظ هنا هسه اقول له ليتر واقول له موافق، ندخل على الضبط ونروح نشوف ان السيستم ونروح على النظام. تلاحظ هنا الابديت اطفي الابديت، ما اخليه يتحدث نهائيا. الان انزل خدمات جوجل ثم احدثه، هاي اهم فقرة في البداية. وبعدها نروح على حرف الجي واكيد اقول له لو واقول له اكتف الو واشغله واخرج، فقط تشغيل واخرج، وارجع على نفس الباك اب اللي عملته واقول له نيفر اوكي. هسه نجي على اول اختيار نقول له اوكي واشغله، قبل شوية طفيته بالنسبة الى التاريخ، وارجع ادخل على اول خيار واعمل انستل. راح نقول له اوبن، بعدها ندخل على الحساب واقول له ساين ان. بالنسبة الان راح ادخل الحساب الجوجل او اللي انت تريده، فقط الان تقدر تنزل خدمات او حسابات جوجل، بعدها ما تقدر تضيف اي حساب، فيفضل انه تضيف كل الحسابات اللي انت عندك في الجوال. راح نقول له موافق، اذا عندك حساب اخر ضيف ارجع عادت. انا ما عندي، اقول له خروج واقول له ليتر وكنسلت. له ارجع على الاعدادات واروح على اليوزر، تلاحظ هنا ظهرت لي جوجل وادخل على الحساب. تلاحظ هنا الايميل اللي انا نزلته موجود. فهسه بعدها نرجع ندخل على نفس التطبيق واقول له كنسل كنسل. اول شيء احنا خلصت اول خطوة، هسه نجي على ثاني خطوة. تلاحظ هنا خلصت اول خطوة، هنا ثلاث خطوات، اول خطوة كملتها، هسه ندخل على ثاني خطوة بعدين ثالث خطوة. هسه خلينا ندخل على ثالث خطوة
ونقول له دون. فعندنا ثاني خطوة تركناها وننزل كل تطبيقات جوجل وخدمات جوجل. هسه امسح التطبيق اللي اني نزلته، فنزلت اول نقطة وثالث خطوة. هسه نرجع ننزل خدمات جوجل، جوجل بلاي سيرفيس، ونقول له دون. تلاحظ هنا كملة اول خطوة وثالث خطوة، نشغل خدمات جوجل. الآن بعد ما كملنا بقت عندنا ظاهرنا الخطوة الثالثة، أرجع أضغط على الخطوة الثالثة وأقول له أوكي وأقول له إنستول. نروح نشيك خدمات جوجل شغالة، ولكن عندك الإشعارات بعدها موجودة. سوق بلاي شغال، تلاحظ هنا سوق بلاي مضبوط. نجي على الفقرة الثالثة، ارجع اضغط واقول له شو يقول لي حسب ما هو يقول لي. press stop then uninstall after، هو دي يقول لي الخدمات او الاشياء اللي مفروض اني افعلها. راح اسوي له force stop بعدين اقول له uninstall بالنسبة لخدمات جوجل وأوكي، وراح أرجع أنصب الخدمات الجديدة. هو قاعد يدليني الخطوات حتى أتخلص من الإشعارات، لحد الآن إشعارات موجودة. نجي ندخل أوكي، بس إشعارات بعدي موجودة. ارجع على نفس التطبيق واضغط ايضا على رقم 3. تلاحظ هنا هو دي خبرني شو اسوي، اسوي ايضا ايقاف واسوي كلاش تنظيف الى الملفات المخزونة، وبعدها اخرج واخرج من التطبيق واشغل خدمات جوجل. تخلصت من الاشعارات نهائيا، اي اشعارات ماكو. شغل سوق بلاي، تأكد ماكو أي إشعارات قاعد تخرج لي من خلال نفس التطبيق. هو دائما دا يقول لك ويوجهك وين تذهب وكيف اللي عليك تعمله. تلاحظ هنا هسه اشتغلت عندي خدمات جوجل، عندك تطبيقات جوجل، سوق بلاي، هسه كلها اشتغلت. أي شيء تبحث عنه مثل يوتيوب أريد أنزله، تلاحظ هنا ارجع ادخل اكتب يوتيوب، اخرج ادخل على جوجل وعلى الحساب، وخليني افعل الحساب. هنا يطلب مني تفعيل حساب، خل افعل الحساب من جوجل وارجع اشغل نفس الشيء على الثالث. شو يقول لي هو؟ يقول لي ستوب عندك جوجل سيرفيس، بعدين ورا شويه ارجع شغله اقول له فورس ستوب والغي تفعيله. هو وجهني مباشره يقول لك ترجع ينصبه، ويقول لي عيد تشغيل الجهاز، فاقول انصبه. نصبت خدمات جوجل او سيرفيس، بعدها اطفي الجهاز واشغله، اعمله ريستارت. الان عملت ريستارت للجهاز، فراح ارجع ادخل على سوق بلاي، الحساب موجود، اسوي له ريتراي نفس الشيء.
ما قاعد يشتغل عندي هنا. اخرج وادخل على نفس التطبيق. نيفر، دائما اقول له نيفر، دي بارك تقول له اوكي نيفر، اقول له اوكي. ايضا ارجع اضغط على ثاني خيار هسه الان واقول له اول اختيار واقول له اوكي. راح نعمل ان انستل او فورس، بالبداية فورس بعدين اسوي له ان انستل، اوقف البرنامج بعدين امسحه. نقول له اوكي، ارجع انصبه من جديد وجديد. كل شيء على خدمات جوجل، جوجل سيرفيس. نجي هسه نشيك، اشعارات ماكو نهائيا، ماكو اشعارات، وسوق بلاي شغال. نجي نشغل سوق بلاي مرة اخرى، رجعت اشعارات ولكن شغال سوق بلاي. هسه اشعارات نرجع نحلها بسيطة شغلتها. هسه سوق بلاي تلاحظ هنا اشتغل بدون اشعار. نجي ابحث عن يوتيوب، ظهر عندي يوتيوب انزله. وبهيجي احنا كملنا تنزيل السوق بلاي. اليوتيوب صار عندي شغال، تقدر تنزل اي شيء. الاشعارات مرات تظهر مرات تختفي عندك، لكن تقدر تتجاهلها او تحلها الان من نفس التطبيق. ومن عنده راح نجي على الخيار الاول اللي هو ثالثا واقول له ستوب فريم وورك بالنسبة إلى خدمات جوجل، وأعمل تنظيف للكاش كل شيء نهائيا كل الملفات، وأرجع أدخل أو أرست الجهاز وأشغله. دائما الكاش مالته هو له علاقة بالإشعارات بالنسبة إلى جوجل سيستم فريم وورك. فالآن نجي نشيك خدمات جوجل وسوق بلاي بدون إشعارات، تخلصت من كل الإشعارات. هاي طريقة تخلص من الإشعارات. دائما تجي سؤال كيف تخلص من الإشعارات، نزلت خدمات إشعارات موجودة من جوجل سيرفيس فريم وورك، نظف الكاش كليته وترست الجهاز تتخلص من الإشعارات. والآن هاي صحت عندنا خدمات جوجل شغالة، تقدر تنزل كل تطبيقات جوجل. لاحظ هنا، وهذا كان فيديو اليوم. لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك، وفعل جرس التنبيهات. إذا كان عندك أي سؤال استفسار اكتبه تحت بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقرة أخيرة، بعد ما كملنا تطبيق أو تنزيل خدمات جوجل، تقدر الآن تحدث جهازك بكل طبيعية، تفتح التحديث وتحدثه بعد ما نزل. لاحظنا تقدر تنزله على آخر إصدار، تجيك التحديثات طبيعية، لا تخاف، خدمات جوجل تبقى عندك شغالة.